مية العين بالعلم اطلعوا عالسما نجمين لا تضلوا للأردن نورتين أهل الهمة وشمعات هالبلد الزين وحياة زيتونك لاطلع الخير لعيونك غمض جفونك يا بلاد إسلامك تصونك لشمالك وجنوبك يا أردن لسهر عمرك وإن طفت نجمة بسمات خذ نور العينين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة عبر هذا البرنامج الوطني الكبير كفاءات أردنية، وضيوفنا في كل حلقة من القطاع الخاص والعاملين. ونحن الآن بأكاديمية المعجزة للتدريب والتوظيف والاستشارات الإدارية، وضيفتنا لهذه الحلقة فارسة من فارسات هذا الوطن ونشمية من نشميات هذا الوطن، وهي الأستاذة افتخار خليل الفالوجي، وهي أشهر من أن تعرف كصاحبة لهذه الأكاديمية العريقة والمرموقة في منطقة صويلح، وهي حصلت على شكر وعرفان من أهم 10 إنجازات أكيد في يوم الثورة العربية الكبرى، وقدمت لجلالة سيدنا القائد الأعلى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ولها عدة دورات وشتى دورات وتكريمات أيضا تدريبية في هذا الوطن. أستاذة أكيد افتخار بداية نرحب فيك في هذا البرنامج الوطني، وبنحكي لك بداية مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا فيكم. الله يحييك. وهابي نيو يير للجميع. أكيد إحنا بنحكي لك المشاهدين والمستمعين وإلكم طبعا في البداية، وإن شاء الله يا رب إنها تكون سنة خير على الجميع، علينا وعليكم إن شاء الله وعلى الوطن. وأهلا وسهلا فيكم، تشرفت بزيارتكم واللقاء معكم، وتفضل. أكيد إحنا متشرف فيك، ونقول لك أيضا كل عام وانت بخير في هذه السنة الجديدة وهذه المناسبة السعيدة. أستاذ افتخار، بداية أكيد أنت أشهر من أن تعرفي في هذا القطاع التدريبي والعلمي والصلاح العلمي، بداية حابين نعرف السادة المشاهدين عن حضرتك، نتحدث عن هذه المسيرة العلمية والمهنية قبل افتتاح هذه الشركة العريقة والمرموقة أكاديمية المعجزة. بداية أول شيء أنا درست لغة عربية الحمد لله، وكنت أشتغل بشركات، بعدة شركات اشتغلت طبعا، تنقلت ما بين التسويق والمبيعات. بعد هيك اشتغلت بشركة توظيف، كنت سكرتيرة تنفيذية. أو أقل من سنة الحمد لله رب العالمين صرت مديرة الشركة في شركة الأصالة، كانت موجودة بشارع المدينة المنورة. والحمد لله صار في عندي خبرة عالية في مجال التوظيف والتدريب والأمور هاي كلياتها، وأنا الحمد لله يعني سريعة التعلم ودائما بحب أكتسب جميع الخبرات في جميع المجالات. بعدين قررت أفتح شركة دورات تدريبية وتوظيف وأخذ المجالات كلها اللي أنا اشتغلتها، والحمد لله رب العالمين ربنا يسر الأمور، وحصلت على تكريم من عدة مجالات. يعني أول شيء قدمت دورة تدريبية لوزارة الثقافة، كانت من أنجح الدورات التدريبية الحمد لله. الجميع الحمد لله يعني انبسط من الدورة التدريبية، وظفت ناس لدول الخليج. الحمد لله احنا طبعا بنعرف نشتغل، اهم اشي في الشغل يكون في مصداقية والدقة في العمل والسرعة في الانجاز والامور هاي، والحمد لله احنا يعني ما بنشتغل الا اذا كان في فعليا في شغل، مثلا في شواغر فعلية مش زي باقي الشركات. سوري يعني في شركات مختلفة، بس احنا الحمد لله عندنا مصداقية اهم شيء. الحمد لله، يعني من صدق الناس شركهم ومالهم. بالضبط. والحمد لله مشينا في هذا المجال، مجال التدريب برضو الحمد لله أبدعنا، ولكن شوية ظروف كورونا هي اللي أخرتنا بالضبط عن مشوارنا وإنجازاتنا، والحمد لله رب الحمد العالمين. لله رب العالمين. ماشي الأمور. الحمد لله. نعم أستاذ افتخار، يعني بعد الخبرة الطويلة في هذا القطاع والصرح التدريبي، نتحدث الآن عن خدمات هذه الأكاديمية، أكاديمية المعجزة، ولماذا سميتموها بالمعجزة؟ إنها معجزة. أكيد. يعني عجزتنا بالاسم، فسميناها معجزة وطلع اسم على مسمى الحمد لله رب العالمين.
بحكي لك هلأ إحنا بنخدم أول إشي الدوائر الحكومية، المؤسسات نعم. الحكومية نعم. الوزارات نعم. في الأردن والأفراد. جميل. آلية التدريب، يعني ما هي آلية التدريب بأكاديمية المعجزة؟ التدريب أنواع، يعني في عنا تدريب شغلات محاسبية، في عنا دورات تدريبية إدارية، وإحنا نعتمد على الإدارية أكثر إشي. للمؤسسات حكيت لك الوزارات والدوائر الحكومية، وللأفراد نفس الإشي، ولغات وهي هيك مجالنا يعني. جميل. شو المقصود أستاذ افتخار بالاستشارات الإدارية؟ هلأ مثلا في عندك شركات كبرى في مشروع ما مثلا بدها تقوم فيه غير مجالها، فدايما الناس بتفضل انها تلجأ لشركة عندها خبرة، عندها قدرات، عندها معرفة في الأمور هاي، انها توجهها إيش للإشي الصح. فهي هي الاستشارات الإدارية. جميل. نعم أستاذ افتخار، نتحدث عن أبرز التكريمات والشهادات اللي حصلتم عليها داخل هذه الأكاديمية، أكاديمية المعجزة. أول شيء أنا حصلت على تكريم من جروب معان الرياضي مع المذيع المتألق، وأنا بوجه له طبعا تحية كل احترام، اللي هو رعد عوجان. عمل معي لقاء بعد ما ختمنا الدورة التدريبية لوزارة الثقافة، يعني هي كانت مكافأة لنا على نجاح الدورة التدريبية. وعملوا معنا لقاء، وبعد هيك لا او قبل كان في عنا تكريم اللي هو اهداء لجلالة سيدنا ابرز 10 انجازات في الاردن، كانت في عيد يوم الثورة العربية الكبرى، وقدموها كهدية لجلالة سيدنا، من بينهم طبعا شركة المعجزة وسيدة الاعمال افتخار خليل اللي هي انا. اكيد انت سيدة الاعمال اكيد معروف يعني. نعم يعني استاذ افتخار، كيف ترى تطور هذا القطاع، قطاع الأكاديميات والتدريب والتوظيف والاستشارات الإدارية بالنسبة للدول العربية الخارجية؟ هو الحمد لله إحنا دولتنا الأردن يعني بلد كتير متعلمة مثقفة، وما شاء الله يعني الدورات التدريبية يعني كتير بشكل كتير كبير بتنطلب لأنه دولة مثقفة. وفي كمان دورات تدريبية برا خارج الأردن، يعني بنعملها خارج الأردن، بس لهلأ يعني صراحة إحنا ما عملنا، بس ممكن إنه لقدام بعد أحداث كورونا ما تنتهي وترجع الأمور تمام إن شاء الله. الله يبعدنا عن هذا الجائحة. إن شاء الله. فبنكمل مشوارنا إن شاء الله لتصير دورات تدريبية دولية. جميل. بإذن الله. جميل إن شاء الله. نعم أستاذ افتخار، كيف ترى وعي الطلاب والطالبات أكيد في هذا السنة أو السنة السابقة بالنسبة للتدريب والتوظيف؟ ما شاء الله عليهم، والله أنا شايف إنه الشباب والصبايا يعني بحاجة إلى دورات تدريبية، وهم عم بيبحثوا يعني بيحاولوا يطوروا نفسهم، فهذا صراحة يعني شيء جميل جدا بالنسبة للأردن إنه يطلع كفاءة. شباب وصبايا كفاءات ومثقفين متعلمين. نعم. ومتعلمين ما شاء الله عليهم، يعني أنا شايفة في توجه كتير على الدورات التدريبية. أكيد أكيد. نعم أستاذ افتخار، أكيد لك طموحات، لك رؤية مستقبلية، يعني ما شاء الله عليك، لك ما شاء الله تكريمات، وأيضا لك أيضا دروع يعني، وما شاء الله 10 إنجازات في الثورة العربية الكبرى، في يوم الثورة العربية الكبرى، وتقدمت لجلالة الملك، لكن دائما وابدا لك رؤية مستقبلية، واكيد متعددة المجالات ما شاء الله. هل تنوون التوسع مستقبلا ان شاء الله؟ ان شاء الله. انا بحكي لك ان شاء الله حتكون دورات تدريبية دولية، وبالإضافة الى التوظيف الحمد لله امورنا يعني في التوظيف تمام منيح، وان شاء الله تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح. الآن رسالتك للخريجين الجدد اللي بيتجهوا لاختصاص الإدارة أو التوظيف، يعني شو بتحب ترسالة لهذول الخريجين الجدد من خريجين أو خريجات بيتجهوا لهذا القطاع بشكل عام؟ اوكي، هلا لازم يعملوا دورة، ياخذوا دورات التدريبية علشان هم يدعموا السي في تبعتهم، يقووا حالهم، يدخلوا في المجال قبل ما يشتغلوا فيه، يفهموا، ياخذوا فكرة عنه. فبنصحهم انه الدورة التدريبية يعني حتكون رائعة لك عند ما تتوظف. يعني في عندك يعني خلفية عن إنه أنت كيف بدك تشتغل، يعني خبرة علمية ومهنية. بالضبط. أكيد. أنا بضم صوتي لصوتك أستاذ افتخار، وبنحكي لجيل الشباب والشابات من صار على الدرب ووصلوا لكل مجتهد النصيب. أستاذ افتخار انتهت أسئلتي، لكن نتحدث الآن يعني عن أيضا عدد الكوادر داخل هذه الأكاديمية.
الكادر التوظيفي هو 5 موظفين تحت إشرافك. طبعا أنا خبرتك ما شاء الله. الله يسعدك. نعم نعم الحمد لله. إحنا 5 ما شاء الله بنشتغل بنفس المجال، ذات كفاءة وذات خبرة ما شاء الله. نعم يعني أستاذ افتخار، دائما وأبدا نحكي ما دام وجدت نعمة الأمن والأمان وجد الاستقرار ووجد الاستثمار. لو حلفك الحظ وتقابلت مع قائد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في ظل هذه القيادة الحكيمة الرشيدة، شو بتحب توجهي له رسالة ككفاءة بنعتز فيها وفارسة من فارسات هذا الوطن؟ المايك معك والكاميرا أمامك. الله يسعدك. والله أنا بوجه تحية لجلالة سيدنا وبحكي له كل عام وأنت بخير، والعائلة الهاشمية كل عام وأنتوا بخير جميعا، وإن شاء الله يا رب أنه أقابل جلالة سيدنا أو الملكة رانيا، يعني أنا أتمنى ذلك يا ريت. أكيد أكيد، يعني الملكة رانيا أكيد لها دور مهم في دور المرأة في الأردن، لها نشاطات اجتماعية وثقافية وإنسانية. يعني لو قابلت جلالة الملكة رانيا شو بتحب توجه لها رسالة؟ شكرا لك ستنا، وانت دائما الداعمة للسيدات وللكفاءات، وانا يعني جند من جنودكم. اكيد كلنا جنود لهذا الوطن وانت كفاءة نعتز فيها مره اخرى. الله يديم ايضا نعمة الامن والامان ما دام وجد الاستقرار وجد الاستثمار. احنا بنحييك لهذا اللقاء، لكن لمين بتحب توجه رسالة لكل جهة دعمتك للوصول ما انت عليه؟ أنا بحب أوجه تحية لشركاء النجاح كافة، منهم أول إشي أهلي، والدتي، إخواني، خواتي، كل اللي بيعرفوني، كل حدا وقف معي وساندني وساعدني لأوصل لهم. شكرا لكم كلكم. أكيد أكيد، الله يحفظ هذه الأسرة الكريمة. ها هم الأردنيات همات هم عالي دائما وأبدا، أمثال الأستاذ افتخار خليل الفالوجي من أكاديمية المعجزة. إحنا بنحييك لهذا اللقاء وبنشكر جهودك ودعمك معنا لهذا البرنامج الوطني كفاءات أردنية، وأنت من أهل الهمة والكفاءة. الله يعطيك العافية. الله يعطيك يا رب. شكرا.